إن الحمد لله نحمده ونصلي على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو هرمش شرنغلو رياض صالحين هرنم لنغو نسدهو زور وانتوا خيري نو كنس فمجا نواو نو كم امراف نغوانزا نواو نهو افنزا نو تسهم شو كم بامتو زور نو واتولي الدواء نو كم بامتو زور يعني بلاسزا وتكوفو يعني وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المجالس الصالح كم فنوع مارنغوي مما ومجالس السوء نم فنوع مارنغوي يا بيو مارنغوي يشمالامبي كهامل المسك فنوع تسمور متعافين مسك نمت أو زمرش ونافخ الكير نمت كماندي أو فدي أو شوما نمت كماندي أفانيو هزير ما هو لالوا شوما نهو نهو شفيرا وأنه وانتو لفانيو هزير ما إزي إلا زرونا بحداد يعني شراب يعني ولو وخا يشوما تشرنجي همورو كهالي وشكنس وشدود وغالفهي أتو فانيا مانا أوتي مبريتي أو وفانيا وتي يسوكو ينسي يا شما يعني دارون ويرون شرابو نافخ الكير يعني أو حداد فهامل المسك بس متولي أوزو يا مراشي يعني متولي أفنجا مراش أي أوزو إما أن يهوذيك إما أهوفي ولأن مراشيه يلي ما أنا بالي متولي أوزو يا مراشي أي متها أهم بما مراشيه مجني ويسنو كفتي ويهوفا مراشيه مراشي يلي وبها مناشتك يعني إما أو في هرنا مراشيه يلي وإما أن تبتاع منه أو إما باري أو إما أنونوه لو أن مراشيه يلي مراشيه شو شما وإما أن تجد منه ريحا طيبة أو إما يكون باري لو أن نواي يعني وفش جما من أول ما رشت أو زوبي نكا أو في ربابون بالي نواي أبها إما يكون بتوكيا وفش جما لمراش وهم تمسوا الله صلى الله عليه وسلم أرنغوه لما ما رنغوه مما إما يعني يو يفاني سوانا متو أو زو مرش أما إما يكن با مرشيه يالي متو لأي أو زو أهوفي أو أنو باهي مرشيه يالي مرشيه يالي أو إما أنو نوي لو أنا مرشيه يالي أو إما أباري فوش جمع لو أنا مرشيه يالي هو يو ساو ساو نا مرنغوه مما يعني مرنغوه مما دهي نمني هال يعني إما يكن با أو يعني ورنجين اللي مهر لاونا برونجو مي مايو أو يكمل يعني وباري يعني تونغو نجما تكو زنسي ولا أنا بقول بي يعني كتير جا كتير طالب أكو بارا تونغو ونافخ الكير نمتو كمان دي أفوزي أو يشوما يعني نمتو كمان دي فانيو هزيارو ما يزنونغو زازو مزوهلو إما أن يخرق ثيابك ima ahuvudzie nguo yahe yaho yamane kosi ndavam vile vale pavoni vale na zile zumadi azipiha vale nekashuhupaha ima shuhuvudzie nguo yaho wa ima an tajida minho rihan muntinatan au ima ikimbo pare vushe la peu hola wana naishumashili kwamanda shuhuvudzie walu ukivushe yani kana hujivia yani yani sasa wana marungu ya peu marungu ya peu ima ikimba o yafanya swa na mtu avuzia ushuma mpafanya hazaru matangu za mazalu mba ima anekosi nda vile vale ungo yaho yuvue au uparevushe la peo mbavu marungu ya peo dehi namne ya kama ya halu mba neko kinsa na marungu ya peo vile vale ima uparentongo yani huthi au uparentongo kawajivya mutafakuna alehi wana bi hurera ta رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما متم صلى الله عليه وسلم قال متم رنغوا تنكح المرأة لأربع يعني متم موي فنجوا عن رنغن والحديث يعني متم موي فنجوا عن رنغن لمالها هي مالها ولحسبها أنا هي فمن هي فمياه هي فمن زدك فيها ما هو متوش فمي فلاني ولجمالها أنا هي مالها هي وزروها
walidini hana hai dini yae. Yani mtu ntongo ntaru, ntongo nne zede ntongo kwa mbani mtu mama wae fungiwa. Presi kwa mama wae fungiwa nongozo. Ime kemba vwamtano fungiwa mtu mama. Amba yo kemba mtu mama wale anamali. Au vwamtano fungiwa mtu mama. Mana mtu mama wale mtu mama mtukufu, yanu wa famili mtukufu. Au vwamtano fungiwa mtu mama, mana mtu mama wale mzuri. Au vwamtano kama ntando fungiwa mama, mana mtu mama wale mtu wa dini. Au afanyo dini ya mabudu. Allah subhanahu wa ta'ala. Fadfar bidhati dini basi. Jilazim sidi mamawa mwenza dini tarbati ya daka. Yani mihani yao ito lelesheha. Mutafakuna alayhi. Yani wa maanahu. Yani maani hadithi yo anna nasa. Ndo kamba wanadam. Ya kusuduna fil aada. Yani wakusudia ulawani ya aada. Yani yo kama ito ya kinsikame tuhalo. Min almar atu ulawana mtu mama. Hadhihi lkhisala al arba. Antungu nnezin. Fahuris anta ala dhati dini. Basi. Wao ya mwanadamu sawa ndafunge mama jilazim tele mama wa dini wa dhfar biha wa harus ala sohbatiha yani wani mtaho ile mama wa dini yani mfanye mwanzani yani tapilie ulishe mama mzuri na mama wa kama de mali ya he na mama kama de famizi tukufia. Yani ndongo zini pia zini mwanada mwe stahabu yani. Na ikawo sinda wafungi ya mtu mama. Tumba leho kamba wawe anama alita. Takusta na wawe kasimu jwa Allah. Tata hata wawula zimono wawe utrawe wafu. Au na ikawo sinda wafungi ya mama. Leho kamba wawe famiye nzu tukufu ta. Walawe kamishi Allah mtukufu. Kasta mjwa wawe kamishi mabudu Allah wawula zimono utrawe. Au na ikawo mama mzuri ta. Biwe kasta mabudu Allah wawula kasta mjwa wawu ya zimono utrawe. Bene kama mtu mama anaye dini babo lazima ujilazimu sana mama wa dini to para mama uzo tujue kimbo sozonga mama mwenza dini aliye na mzuri au mama mwenza dini aliye utajiri au mama mwenza dini aliye na famizi tukufu au mama bana pia na ngozini be lazima ni kama ni dini ya mwana babo ka dini tawa mama kesi babo lazima ni ujue mbaya hapo. Ni maana wewe kwa mtu mwenza dini na kwa mtu wa dini au mtenda matabishana. Wan ibn Abbas radhiallahu anhu mati wa ibn Abbas radhiallahu anhu ma qala rungwa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam rungwa li Jibril wa hamwambia Jibril alayhi salam mtume amwambia Jibril ma yamnauka an tazurana akthara mimma tazurana. Ndongo ndio sivili ya huruzuru hawengi moto ale kamando kwa huruzuru fa nazala tabu ayani shuku wa ma natanzal illa bi amri rabbika wala tukar shuku tu hallo ila de hay amri ya mwana lahu ma baina aidina wa ma khalfana an umwezungu wa zahez ndongo kama de zilio mbele zatu na zo kama de zavira wa hu muslim an mtume sallallahu alaihi wasallam atashia kama yani yani Jibril mtu wa khairi yani aje awazuru modality tie mlongo ya ronga mtu atsahi wa mtu wa khairi wa jehe mzuru na hukaba mtu atole dua na hukaba mtu ambe mana mtu atole dua mordale ya hadithi ni ngamba mtu ajila zimu sana mama wenza dini ni wodo modality tie mlongo ya ronga وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما متمم صلى الله عليه وسلم قال متمرن لا تصاحب إلا مؤمنا وسفن جبانزا إلا مؤمن ولا يأكل طعامك ولا أصله شون شاو إلا تقي إلا أمر يوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما متمم صلى الله عليه وسلم قال متمرن الرجل على دين خليله mtu weka harma ya dini ya mwanzani wahi. Falianzuru ahadukum basi mwanja harma ya naangalia fete mani yukhali. Mtu kama ndafungo mwanzani wahi. Mana mtu wangamanao na mwizi uka mwizi. Wangamanao na mtu wa dini. Weka mtu wa dini. Wabula zonu mtu ajwe mba. Wanadamu yani weka harma ya dini ya mwanzani wahi. Yani mtu wangamanao uka mbayani uka natabia nje mwanja preski. Wabula mtu naangalia mtu afungo mwanzani wahi.
kati mtamuria mwezi mgo lazima mtu atawe kama mwana wabu una chance mba wandaki morde mtu morde wai watopara insha Allah sana uzia bo jazakum Allah khaira wa barakallahu fikum wa shukran. Allah, la 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 ilaha illallah.